في يوم الجمعة يا معاشر المحبين لمحمد عليه الصلاة والسلام يشرع كثرة الصلاة والسلام عليه. الله وملائكته يصلون عليه، فلماذا أنت لا تلهج بالصلاة والسلام عليه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.